خلاف متواصل داخل لجان المجلس التأسيسي بشأن مشروع الدستور ولجنة التوافقات تحدد القائمة الأولية من القضايا الخلافية لمناقشتها. رئيس الجمهورية المؤقت يواصل مشاوراته بشأن الوضع العام في البلاد ويستقبل بعض مكونات المجتمع المدني على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل. ومقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 200 في اشتباكات ليلية في القاهرة وأعلان منتظر في الساعة القادمة للحكومة المصرية الجديدة. تحية طيبة وأهلا بكم. التقى رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي بممثلي أهم مكونات المجتمع المدني لتدارس الشأن العام، وقد ناقش المرزوقي مع كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ورئيسة جمعية القضاة ورئيسة نقابة القضاة وعميد المحامين الوضع العام في البلاد وكيفية إنهاء المرحلة الانتقالية. مشاورات حثيثة يجريها رئيس الجمهورية المؤقت منذ الأسبوع الماضي، والتقى المرزوقي اليوم بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وعميد المحامين ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ورئيستي جمعية القضاة ونقابتهم. وقد تركز اللقاء على مناقشة الوضع العام في البلاد والقضايا الخلافية في الدستور. احنا اعتبرنا اللي ما ثماش تأسيس القضاء مستقل، ما ثماش إرادة متوجهة نحو إرساء قضاء مستقل. بالنسبة لنا احنا هذا يعتبر خط أحمر، واعتبرنا وأنه إذا كان باش يقعد مشروع الدستور على الصيغة الحالية متاعو باش تكون ثم ردود فعل اللي احنا ما نتمناوهاش، باعتبار وأنه القضاء المستقل ما هوش ضمانة للقضاة فقط، هو ضمانة لشعب تونس الكل. بالنسبة للمحكمة الدستورية كيف كيف كانت عندنا احترازات على مسألة دخولها يعني بعد 3 سنين في العمل، هذا لا مجال إليه. سنساهم بطبيعة الحال كل معناها من كل واحد من جهته في أنه هذا الدستور يرى النور في أقرب وقت ويكون دستور معناها يرضي معناها عموم التونسيين. كما كان لنا حديث في خصوص المرحلة الانتقالية وكيفية إنهائها، وطلبنا على ذلك الأساس التعجيل بإنهاء المرحلة الانتقالية. توافقات يبحث عنها الجميع لكن لا يفعلها أحد ولا يلتزم بها الفاعلون. وقد دعا الأمين العام للاتحاد حسين العباسي دعا لإيجاد توافقات لتجاوز الخلافات المطروحة، وهو ما أكده رئيس الرابطة. لا يخفى على أحد أنه ما قاعد يقع في مصر بدأ يلقي بظلالها على تونس، وجب علينا أن نسرع في إنهاء هذه المرحلة الانتقالية بأقل التكاليف الممكنة، وهذا ما ينجم يحصل إلا ما تعي كل الأطراف بتقديم التنازلات المطلوبة من أجل مصلحة البلاد. إن شاء الله ربي يقدر الخير، وإن شاء الله تونس تمر من هالفترة الصعبة إلى فترة نتمنى أن تحقق أهداف الثورة. وتحديد خريطة طريق واضحة يعني على أساس أن الدستور يلزم الانتهاء منه بالتوافق في أقرب وقت ممكن، ويلزم من هنا 23 أكتوبر تكون موعد الانتخابات محدد حتى يعني نمر بسلام من هذه المرحلة الانتقالية. تبقى المرحلة الانتقالية تعاني الخلافات والهزات السياسية والاجتماعية وتأبى أن تنتهي رغم محاولات الجميع، وتبقى نهايتها رهينة إرادة سياسية للأغلبية. وصلت اللجان بالمجلس الوطني التأسيسي عملها اليوم، وأكدت عضو لجنة توافقات لبنى جريبي أن اللجنة ضبطت القائمة الأولية للمسائل الخلافية بشأن مشروع الدستور، فيما تم الحسم نهائيا داخل لجنة التشريع العام بشأن صياغة 17 فصلا من مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية. يتواصل النقاش داخل اللجان التأسيسية بالمجلس الوطني التأسيسي في بعض النقاط الخلافية، وبالنظر إلى مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بمشروع الدستور على غرار لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات. انتخبنا 12 عضو متاع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 36 كملناهم البارح.
باش نخرجوهم على الموقع متاع المجلس ونستدعاو المترشحين كلهم الجلسة العامة ويقع الحسم في المشكلة هذه متاع الهيئة وننتخبوا 9 بأغلبية 2/3 إن شاء الله. أما فيما يتعلق بلجنة التشريع العام فقد أنهت أشغالها والمتعلقة أساسا بالنظر في مشروع قانون العدالة الانتقالية لإحاطة الرأي العام علما بتقدم الأشغال في القانون هذا. نحن تقريبا انتهينا من مناقشة هذا القانون واجتماعنا اليوم لفض بعض النقاط الخلافية اللي كانت موجودة أثناء النقاش في الجلسات السابقة، ونأمل في ظرف هذا الأسبوع ننتهي بشكل نهائي من أشغال قانون العدالة الانتقالية ونحيلوه للجلسة العامة. تبقى لجنة التوافقات حول مشروع الدستور بحاجة إلى الإسراع والنجاعة لتقريب وجهات النظر في بعض النقاط الخلافية المتعلقة بمشروع الدستور. الهدف من لجنة التوافقات هذه مش باش نعاودوا صياغة الدستور من أول جديد، الهدف أنه ثم نقاط هامة جوهرية خلافية ذات أولوية 4-5 نقاط اللي ومش باش نعاودوا حتى الحوار مش باش نعاودوا فيه من أول جديد، يعني أنه الصياغ كل واحد يجيب الصياغة النهائية اللي يشوفها صالحة ونقربوا الصياغ ونتعداو. احنا بحاجة إلى معنى الإسراع والنجاعة في هذه التوافقات. الجلسة القادمة سيتم خلالها النظر في باب الحقوق والحريات وسيتم خلالها تقديم مقترحات تتعلق بالفصل لتفادي أي تلاعب بالقوانين التي تحد من الحقوق والحريات الفردية والجماعية. نبقى أيضا في المجلس الوطني التأسيسي حيث قدم أمس أحمد الخصخصي نائب في المجلس التأسيسي عن حركة ديمقراطيين الاشتراكيين والقيادي في الجبهة الشعبية قدم استقالته من المجلس بسبب عدم توافقه على الدستور وإطالة المرحلة التأسيسية. النائب المستقيل أحمد الخصخصي يوضح أكثر أسباب الاستقالة. الأسباب هو أن الشعب أوكل إلينا مهمة محددة وفي وقت محدد، والتزمنا سياسيا وأخلاقيا 11 حزب من بين الحزب متاعنا باش نكملوا المهمة متاعنا في ظرف سنة. الموعد هذا لم يقع احترامه. من ناحية أخرى المهمة اللي انتدبنا لها الشعب التونسي هي صياغة الدستور لم نلتزم بها كذلك، مع العلم أن المرسوم اللي أنشأ المجلس الوطني التأسيسي ينص على أنه يلزم نتقيده بظرف سنة، هذا التزام قانوني. بعد استقالة أحمد الخصخصي أكد نائب المجلس التأسيسي عن حزب العمال أحمد السافي أن إمكانية استقالته مع عدد آخر من النواب واردة في حال فشل نواب المجلس في التوصل إلى دستور توافقي. بعد مدة أكثر قاربة شهر مدة سنتين 23 أكتوبر على الأبواب ولم نتحصل على الوفاقات، معناها بالفعل بعد قيام الأستاذ أحمد خصوصي بتقديم استقالتي وما عبر من عن أنه في معناها يسمى انسداد أفق من التوافق وارتأى له من بطريقة فردية بدون من يقع يكون فكر بطريقة جماعية باش يقدموا نحن استقالة جماعية أن تقدم استقالتي. كنت كذلك من نحن اعتقادي من ماشيين في تقديم الاستقالات وكنا من أهل هنا غير قارة، وكنت قدم في بالي المكتب المجلس بكتب استقالة لمكتب المجلس من قال عليك انتظار الجلسة العامة وتقديم، ونحن سنراجع الحزب وسنسأل الجبهة الشعبية في تقديم استقالة جماعية تكون لها تأثير مباشرة ولن على المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب وتكون آلية نضالية يمكن أن لعلها في فترة معينة كذا سيقع تقديمها مع تفكير مع بقية الرفاق والخيال. عبر تيار المحبة عن موقفه الرافض لتكرار السيناريو المصري في تونس مؤكدا أن موقفه لا يمثل تحالفا سياسيا مع ترويكا الحاكمة، كما شدد التيار دعوته جميع الأحزاب السياسية إلى تركيز جهودها لحل المسائل الخلافية بشأن الدستور وتحديد موعد للانتخابات. الموقف هذا هو موقف مبدئي من المفروض أي طرف وطني معناها ياخذ الموقف هذا، على خطر نحن عملنا ثورة في بالنا الشعب التونسي يحب يعيش الحرية والديمقراطية ووقت اللي عبر على حاجة في الانتخابات يحب معناها تنتهي المهمة هذه ونتعدوا الانتخابات أخرى. الحاجة المبدئية أن نحب ونحترم الشرعية كما في أي ديمقراطية عريقة في العالم.
الشيء الثاني هو أن كما قلت لك عملنا الندوة الصحفية هذه حتى نبينوا أن راه مش موقفنا المبدئي هذا معناها دلالة على أن في تحالف مثلا مع الترويكا الحاكم ولا لا. الشرعية هي المجلس التأسيسي, والمجلس التأسيسي هو فيه كل الحساسيات, مش يهتم بالترويكا فقط. احنا فقط التقينا مع الترويكا لانهم هم اللي يمثلوا الحكم توا, لكن اخذنا القرار متاعنا من 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 موقف ومبدا في الحكايه هذه, ماهوش تحالف مع الطرف الحاكم. الحاجه الثانيه هو ان تيار المحبه اللي ما عنده وراه حتى سفاره وحتى قوه اجنبيه يمن بالديمقراطيه ويمن بان قادر باش يوصل الحكم تونس بالانتخابات. اعتبرت نقابة أعوان ديوانا خلال مؤتمر صحفي أن مناقشة مشروع قانون تنقيح النظام الداخلي لأعوان ديوانا في المجلس التأسيسي كان ضحية تجاذبات سياسية ومحاولة لتمرير مشروع موازي, مؤكدة تمسكها بالنسخة الأولى باعتبارها تضمن حق أعوان ديوانا في ممارسة العمل النقابي. أحيي المبادرة التي سدلت عن المدير العام الحالي للديوانة والمتعلقة بالاستقالة, صراحة نحييها وأعتبرها قدوة ومبادرة شجاعة من طرف المدير العام الحالي للديوانة, وهي سابقة كذلك باعتبار أنه هو الوحيد أو أول مرة وأنه مدير عام للديوانة يقدم استقالة ويعترف وأنه تخريبا للمصلحة العامة للديوانة وللبلاد فإنه يقدم استقالة. نزيد نكرر أنا شخصيا تحياتي للمدير العام الحالي للديوانة باعترافه وتغليبه للمصلحة العامة للديوانة وللبلاد على حساب الاعتبارات الأخرى. إذا كان أحد مش يتخلى مجلس تأسيسي عن حقه بالإضراب, يجي وقت مش يتعرض مع الدستور اللي مش يعطي الحق كامل في ممارسة الحق في العمل النقابي وممارسة الإضراب. رسالة إلى السيد رئيس الحكومة وسلطة الإشراف ممثلة السيد وزير المالية بالإسراع في تعيين مدير عام كفء باش نتجنب المحاصصات وماذا بين يكون مستقل مدير عام مستقل وكفء ما يخليناش نوصلوا كما صار. زوز إضرابات أربع وقفات احتجاجية كلها كانت ناجحة, ماذا بينا ما نوصلوش فيها. الآن ننتقل إلى الأخبار العالمية. في مصر أعلنت وزارة الصحة عن سقوط 7 قتلى في اشتباكات التي اندلعت بين أنصار الإخوان المسلمين وقوات الأمن المصرية في مناطق عدة من العاصمة القاهرة, فيما تعرضت فيه نقاط عسكرية لهجمات مسلحة شمال سيناء. دبلوماسيا يترقب الشارع المصري اليوم أعلن رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي تشكيلته الحكومية خلال الساعات القليلة القادمة. في شأن سوري وختاما, طالبت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول غربية بتشديد العقوبات الدولية على إيران بسبب تزويدها سوريا وحزب الله اللبناني بالأسلحة. ميدانيا تواصل القوات النظامية حملتها على حي القابون, بينما اتهم الائتلاف الوطني المعارض هذه القوات باستخدام المدنيين في الحي دروعا بشرية. نهاية هذا الموعد الإخباري, نلتقي في موعد إخباري الأحفاء. إلى اللقاء.